مشاهدينا مثل ما شايفين كارولين صارت موجوده معنا. اهلا وسهلا فيك يا كارولين. يعني احنا معك دائما بنقول ما في شيء الا ما بنقدر نعوزه بامور ثانيه ونستفيد منه. لازم اكيد. اليوم شو بدنا نعمل؟ اليوم كنا بنعرف قد ايه الكورسان ديكوراتيف للبيت قد ايش غاليين. يعني اليوم بدنا نعمل شيء نحن لنزين البيت ديكوراتيف ونقدر نعمله نحن. اول شيء فينا نجيب يكون عندنا بالبيت وش كوسان فسادة حيالا لون. انا هلا نقيت الابيض تيبين مزبوط عليه. واذا ما عندنا فينا نشتري السادة يلي هو كتير ارخص من انه يكون عليه شيء تم شيء باترن. اوكي اليوم رح نستعمل البطاطا. اوكي رح يكون عندنا بطاطا نقصها بالنص اكيد غسلناها. وعندنا الكوكي كاتر نعمل فيها اشكال مننقل الشكل اللي بدنا اياه. مهم البطاطا تكون كبيره على قد الكوكي كاتر. اوكي هون عم يبقى اوكي هلا بدنا نحط الكوكي كاتر على البطاطا نكبسها بقلبها. اوكي نفوتها قد ما فينا نتركها شوي لبرا ما بيأثر. بالسكينه بدنا نقص اللي بقي حواليها. ننتبه على اصابعنا كثير منيح لنقدر نشيلها ليبقى بس شكل القلب يلي انا نقيته. هون اولادنا شو بينبسطوا بهالفكره؟ ايه هن ما يقصوا شوي خطره. لا مش بالسكينه هن بينبسطوا بطريقه الديزاين اللي حنعمله او التنتير اللي حنحطه. هلا شفنا طلع عندنا قلب على البطاطا. اوكي فينا نعمل الشكل اللي بدنا اياه. هلا بنجيب فيه بالمكتبه بانتور للقماش فابريك بينت خصوصا مش الاكريليك اللي بنستعمله بالبانتور خصوصي للقماش. ليه؟ بس ينشف فينا نغسل القماش ما بيصير لها شيء. مثلا هون نقيت انا هولي الالوان فينا نحط مثلا الذهبي ندهنهم بريشه او بسفنجه. وقد ايه بدهم وقت لحتى ينشفوا؟ بدهم نهار واحد لينشفوا بس افضل يومين تنغسلها. اوكي ندهن وهلا فينا نطبع نعمل نحن الباترن اللي بدنا اياه. هلا بنعطي الاولاد هن يطبعوا على ذوقهم او اذا حابين نعمل شيء حد بعضه على القد فينا نحن نعملهم بس نعطيهم وحده. بس ليه اخترت البطاطا بالذات؟ يمكن لانه البطاطا لانه هي كستامب يعني كثير بيستعملوها ليعملوا منها الستامب. لانه يعني بتشرب شوي من البانتور ما بتشربها كلها بس تطبعيها ما بتوسخ. محددين مزبوط على القد. في بديل للبطاطا كارولين؟ هلا بالخضره فينا نعمل كثير اشياء نتفنن فيها بس مش انه نعمل شيب. مثلا فينا نجيب الحامض نقصها نتركها تنشف مزبوط. الحامض بيطلع لنا عندنا شكل الحامضه على الستامب. فينا نعملها مثلا لون الاصفر. البطاطا فينا كمان نقصها نحن بايدنا بالسكينه مثل ما بدنا. حتى فينا نعتمد كذا شكل مش ضروري بس القلب. شايفه كمان هون مزبوط. هلا انا مثلا هون هيك فينا نكفيها كلها تطلع كوسان ديكوراتيف. هون مثلا قصيتها انا على السكينه على ايدي عملت شكل البلوس مثلا. كارولين نحن كمان الهدف من الفقره انه نستفيد من اي شيء موجود عندنا بالبيت. يمكن مشان هيك نحن لجأنا للبطاطا لانه البطاطا موجوده. مزبوط. صحيح وي البطاطا موجوده هون. واذا عندنا الكوسانات ديجال يلي هن ساده هيك وفرنا انه زينا بشيء ما يكلفنا كثير. بتتفنني قدر واحد يتفنن كل واحد بيعمل على ذوقه. هون عندي مثلا الكوكي كاتر نونورس مثلا لو نعمل شيء للاولاد. هولي مزبوط هولي اللي كمان فينا نلاقيهم بالمكتبه. هولي ساعتها بنعمل فيهم دغري هيك بنعمل شكل السيركل. بدك تجربي؟ يا تفضلي. فينا ما يكونوا حد بعض فينا نعمل كوسان كلها هيك مبرومه. نتاكد انه بس فيك تحطيها مرة واحدة وتكفي فيها. اوكي بس يا كارولين دين ما تنزعلي كل الشغل هلا. لا لين مزوقة لين مزوقة ما في شك. طريقتها سهلة كثير وحلوة وقادرة تتفنني مثل ما انت بدك. وهيدي الاولاد بينبسطوا كمان فيها يعني هن بس هيك يطبعوا. مثل ما جاتي ذكرتي قبل كارولين انه بدها نهار لتنشف. نهار واحد لتنشف. وبالنسبة للغسيل بعدين بعد يومين فينا نغسلها ما بيتأثر. ما بيتأثر
في حراره معينه؟ لا لا انه اكيد على ال 30 مش على السخن، بس هيدا الفابريك بينت يعني فينا هالشيء اللي عملناه فينا نعمله على التيشيرتات، فينا نعمل اذا عندنا ساكسه ده من قماش اكيد، فينا نعمل هيدا الشيء كمان على مناشف للمطبخ نحن فينا نتفنن. كارولين بهنا يعني دائما افكارك عن جد حلوه ومهضومه بتسلينا نقدر نتفنن من خلالها ودائما ما نكب اي شيء لانه قادرين نستخدمه ونستفيد منه بامور ثانيه، هذا اهم شيء. اهلا وسهلا فيك كارولين بهنا. مشاهدينا قبل ما نتوقف مع بريك رح نسمع سوا معزوفه من عازف البيانو معنا حمادي، تحيه لروح الموسيقار الراحل ملحم بركات.